ها فدا واحد الصويط بقى معلق لك تما. ما كاينش كيديروا تيريبو لك من داك القدار. بابا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كريان مفتاح كيتسمى والحمد لله الله ينصر سيدنا. هذه هبة ملكية الحمد لله والله ينصر السلطات الإدارية والمحلية والناس راه كيتعاونوا معنا اللي ساهرين ليل ونهار على هذا المصير هذا باش يقدر أمور الناس الضعفاء. الله يجزيهم بخير والله يجعل ربي يوقف معنا ومعاهم والحمد لله اللهم لك الحمد. السكنة ديال هاد الدوار هذا كيتسمى دوار مفتاح منهم عبد ربي تويسار كراكي. والحمد لله اللهم لك الحمد الامور غاديه على احسن ما يرام. اللهم لك الحمد الحمد لله ربي واش كان هاد الساعه الناس راهم دايرين الجهد ديالهم اكثر من الجهد ديالهم وصاهرين على هاد المشروع هذا الحمد لله. هبه ملكيه الله ينصر سيدنا والحمد لله كذلك ومثال. الحمد لله ما عندي علاش نتقلق عندي الحمد لله انا عادي ما عندي علاش نتقلق اللهم لك الحمد. نعم. لا سيدي اللهم الانسان مشي لواحد السكن راقي ولا هذا السكن هكا عشوائي 34 سنه هو الطبه كتاكل ليه في ظهرو غمضه خبزه اللي حتى كتمشي تاكلها كتولي كتاكل انت ويعيش معاها الحمد لله. هذه راه هبه من الله سبحانه. مرتاح مع اولادك اللهم لك الحمد مرتاحين بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. يعني على حسب هاد الناس اللي يريبوا ولا اللي كاين لا مشي معايا دقه دقه واش اللي يريبوا الناس اللي تحولوا ولا الناس اللي باقيين. لكن الناس باقيين باقيين هذوك يعني ما باقي ما بغاوش شي الله يهديهم الله يهديهم وا داك الشيء شغلهم انا ما ندخل في هذه الامور هذه الامور الشخصيه ديالهم هذيك انا ما نقدرش ندخل فيها. بالنسبه دابا السلطه جات كتريب دوك الناس اللي الحمد لله هي اللي راضيين وقابلين اللهم لك الحمد. منهم انت منهم انا عبد ربي ومنهم شي ناس اخرين واحد الربعه ومنهم واحد السيده مسكينه ارمله والحمد لله من فضل الله سبحانه الله ينصر سيدنا. والحمد لله السلطات المحليه والاداريه دايرين الجهد ديالهم صارعين ليل ونهار اللهم لك الحمد. الرحمن الرحيم انا فرحت خويا الركراكي اللي استافد علاش كان محن وكانوا دايرين بهم الشفاره الكريساج ومني جاتهم الاستفاده الحمد لله هو استافد الله يكمل عليه. انا كان عندي محل ديال البيع والشراء ومني شفتو هنا جيت كنضامن معاه انما راه تحول والله يكمل عليه هو وليداته وشي واحد اللي باقي الله يسهل عليهم. دابا السلطات جات ما لقاو لا مشاكل لا والو كاين الترياب واخا هو يا غادي فرق هاد البلاصه ولفها كبر فيها وكبروا فيها ولادو وكل شيء 34 سنه الحمد لله وقالها تبارك الله عمر ديالي والحمد لله هو غادي يستافدوا وليداته الله يسهل عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.